في حلقة مع جورج صليبي على قناة الجديد، فجر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قنبلة سياسية وصلت شظاياها إلى الضاحية الجنوبية، عندما قال لابد من إعادة النظر في التركيبة اللبنانية. وسارع المحللون والمتابعون إلى تفسير كلامه على أنه يدعو إلى التقسيم بمباركة سعودية، فجاء الرد من جعجع بثلاث كلمات: نحن أصحاب 10452 كيلومتر مربع. هذا الطرح الذي عاد جعجع وكرره عند ترأسه اجتماع الجبهة السيادية ناتج من معارضة قوية ورفض لواقع سياسي وممارسة أوصلت لبنان إلى هذا الدرك من الانهيار على مختلف الصعد. عندك إشكالية بسياستك الخارجية، إشكالية بالاقتصاد، بالمالية العامة، ما قادر تقدم أدنى مستوى من الخدمات الأساسية لشعبك، يعني وصلت إلى مصاف الدولة الفاشلة. طبعا بهيك حالة وإذا ما صار في تصحيح لهذا الوضع بدك ترجع تعيد النظر بالطريقة اللي عم نقارب فيها كل طريقة الحكم، لأنه عنا نحن دستور، ودستور انعمل من بعد جهد طويل كتير، بعد هالدستور ما تنفذ. الواقع يختلف عن الشعارات وعن العرضات الإعلامية والشعبوية، فما خطوات القوات اللبنانية في مسار تغيير التركيبة اللبنانية الحالية؟ هي الاستمرار وتصعيد النهج الإصلاحي يلي نحن كنا دايما اخدينه، واقناع الباقيين انه اليوم اذا في مجموعات موجودة بمجلس النواب بدها تضل ميعة موقفة ومفكرة انه بالقعدة هيك على جنب واختلاق المبادرات الشكلية بتقدر توصل لنتيجة، صار مبين انه ما فيهم يوصلوا للتغيير المرتجى. هودي كلهم بدهم يقتنعوا انه هيدي التركيبة يعني مقاربة الحكم وطريقة التصرف بتطبيق الدستور والقوانين غير مقبولة بقى، يعني ما بقى مقبولة ينحط قانون ما يطبق، لا بده يلعب دوره فعلا مجلس نيابي وبده ينفضح وينعرف بكل معنى الكلمة من هو المرتكب بعدم تطبيق القوانين وعدم تطبيق الدستور، لانه هيدا اتمنى عليه الشعب اللبناني. مش كل واحد بده يفتح دكانة على ذوقه بشو بيطبق وشو ما بيطبق بيعمل اجتهادات، لا، وإلا الدساتير هي اللي بتحكم البلاد مش الآراء المختلفة والتفسيرات المختلفة كل يوم والاجتهادات. دونك هيدي تركيبة الفكر يلي ساد بالسنوات والعقود الماضية بطريقة الإدارة للبلد بطريقة الحكم ما بقى فيها تستمر، ولا بقى فيها ينقال انه خلينا نطنش عن هاي الشغلة وهي الشغلة مقابلة نحافظ على الاستقرار، لانه صار الانهيار، ما بقى في استقرار اجتماعي واقتصادي ومالي، وبالتالي يعني الصبي راح، يا صبي بعد شو بده يكون في ام. طرح جعجع قد لا يكتب له النجاح، وقد لا يلاقي أجندة باقي الأفرقاء حتى الذين يتفيؤون تحت مظلة المعارضة، فهل تسير القوات وحدها في قافلة التغيير؟ طوني منصور، قناة الجديد.